واحد بيسأل سؤال مهم جدا، بيقول لي هل التشخيص السكر شيء سهل ولا صعب؟ أقول له هو سهل وصعب. ليه؟ لأن تشخيص السكر مش شرط إطلاقا يكون له أعراض. عدد كبير جدا من مرضى السكر ملوش أعراض، يبقى صعب، لكن هو سهل بالتحليل. هحلل عشوائي وحلل تراكمي وحلل، عشان كده أنا فعلا فعلا والله دون أي مجاملة لأي حد، أنا بحيي مليون صحة، بحييها فعلا. أنا عندي في العيادة يوميا عدد لا بأس به يقول لي أنا اكتشفت أن عندي سكر من الحملة، أنا اكتشفت أن عندي ضغط. طب ما دول كانوا هفضلوا ماشيين لحد ما يقعوا، هيقع إيه بمضاعفات. ففعلا التشخيص مهم جدا. وبالمناسبة واحد برضو بيسأل سؤال جميل، بيقول التشخيص ده شطارة ولا توفيق؟ سؤال خبيث جدا جدا. هل هو توفيق ولا شطارة؟ هو التوفيق ما يجيش إلا الشاطر، احنا من الآخر يعني ما تقوليش انت مش مذاكر وستوفق، لا. ولكن العكس غير صحيح، ممكن تبقى شاطر جدا وغير موفق. طيب التوفيق ده ايه؟ ما اعرفش انا قلتها قبل كده ولا لا، انا مش متذكر، لكن الفتحة اللي بنقراها على الاقل 17 مرة في اليوم فيها اهدنا الصراط المستقيم بعد إياك أعبد وإياك أستعين، يعني أنا أعلنت إياك نعبد إياك نستعين، أعلنت العبادة والاستعانة بالله، وبعديها بطلب منه الهداية. ما الهداية؟ هي التوفيق. التوفيق الهداية ثلاث أنواع: هداية فطرية اللي الجاموسة ابنها ينزل تروح رايحة على الضرع ترضع من مكان ده ما حدش قال لها، هداية فطرية. وهداية التخيير: الخمر حرام، أنت حر اشرب أو لا تشرب. وهداية التوفيق، هداية التوفيق انك انت تبقى موفق. التوفيق ذكر في القرآن مرتين لا ثالث له: وما توفيقي إلا بالله، إن يريد إصلاحا يوفق الله. إذا التوفيق بتاع ربنا، وكما المال بتاع ربنا يديه للكافر والمؤمن، التوفيق كده. يعني في واحد فاكر التوفيق ده للمؤمنين فقط، نو خالص، التوفيق ده في إيد ربنا زي المال. هو ربنا إدى المسلمين بس الفلوس إطلاقا. فالتوفيق بيديه الواحد لا دين له عشان يخدمه.